نرحب بكل يلا شوف ابو سلام ابو سلام راه عم بدو بالمحليه ديال البقاره باش موراها زيت ديال هذا النشاط الرياضي دور أن يفوت المرتبة الأولى الثانية ننتظر المرتبة الثالثة صافي إذا السيدات ثلاثة هون فقط إذا انطلق السباق اللي في المرتبة الأولى وصلت ننتظر من سيكون المحتل للمرتبة الثانية ومن تكون المحتلة للمرتبة الثالثة لا زال السباق في أشده هنا بهذه الحلبة في المنطقة الرطبة بزوار بكرة إذن المحتلة المرتبة الثانية اللاعبة البدرة المستقبل فستبدأ الأبناء إذن لازلنا أن ننتظر المحتلة للمرتبة الثالثة في هذا السباق ولكن طلبوا من فيه هي مرة أخرى لرجال الوقاية المدنية طبعا في هذه المحتلة المرتبة الثانية المرتبة الثالثة صاحب القبعة الحمراء هو في طريقه فئة المسنين في هذه الموسيقى شحال